خازوتن أنا قضية كبيرة وقت دقي من نعش دي لهن طبي بمرض كورونا للأسف وتا لغة إنجليزية تنعش رابة تجالية دياني إلى كبيرة أسقى من دي ناحية لذلك كبيرة منهن يطابي بكوفيد 19 فأنا وفريقتي خازوتن من أستراليان كالديان فاميلي ويلفير وخاصة دكتورة ميديا إلياس منظم ليني ندوة مت ثلاثة دكتورية من جالية الكلدانية وأشورية وكلهن كبيرا بقيرهن أسئلة من دنا دكتورية والحل الوحيد تغزيليني تدوى من دي إلي نازم كليني ملاقحني شواثي وخورواثي وكل الناس اللي يظني تتهيب يعني شقليلة جرعة كوفيد 19 إن في الوقت قد أنا هاي بشقلنا جرعة المنشطة أو جرعة طلت للكوفيد 19 لكليا حدقيقة ولد فكرا بأنه هل شقلنا ولا لا شقلنا لأنه شقلته إلى كبيرة مهمة وآية لعين الصواب ده يبي دودنا تد محمين قاني محمين ناشي ونشواثي ده يبيني عيشخني قاودية أوقات صعيبة كوفيد 19 فمهمي لطاريني جدا أنه أخنيني ملتزمخني بكل من دي ديلي طليبة منيني وخاصة قدازخني براية تتشقلخني مثلا دودخني كيو آر كود قم دخلوني الشوقاني قم دورخ الحفلة قم دورخ المطعم أو أي دكة خيطة ودارخني سانتايزا ودودخليهن كل من ديانة ديلي مطلوب منيني مثلا دارخني ماسكات ومحفظخني يعني الأمان والوقت الديل بيننا وبين الناشي أديليهن منيني مثلا مسافة متر ونص وهمين هاي بيني رجعوخ الحياة دياني طبيعية أديله مثلا يعني كنت أخذي خزالة السفرات زالة تجمعات زيارات دازخ الإيتا دازخني أني كانت كبخنين فالحل الوحيد طاليني إلي كوفيد 19 لقاح وآوى بضامن أمان دياً وأمان غيريني وشكراً.